أنتم الآن في نشرة الموجز. أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل بزيارة رسمية إلى المغرب في الفترة من 5 إلى 6 يناير. وبحسب برنامج الزيارة فسيقوم الممثل السامي يوم 5 يناير بزيارة الرباط ولقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالإضافة إلى محاورين أساسيين آخرين بالمغرب وفاعلين اقتصاديين. كما سيقوم الممثل السامي بزيارة إلى مدينة فاس للقاء أساتذة وطلاب من الجامعة الأورومتوسطية بفاس، ستكون فرصة لإلقاء كلمة بالمناسبة، وستتيح الاجتماعات مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذات الأهمية الخاصة في السياق العالمي الحالي الصعب المرتبط بحقوق الإنسان وتأثير العالمي للحرب الروسية ضد أوكرانيا. وتأتي هذه الزيارة في ظل الوضع الراهن، حيث يشهد المغرب احتقانا اجتماعيا إثر ارتفاع الأسعار وتدهور وضعية حقوق الإنسان جراء تزايد منسوب الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين والمدونين والصحفيين وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الوضع والإفراج عن كافة معتقلي الرأي. نظم محتجون اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بساحة الحرية بمكناس تضامنا مع المعتقل محمد بعسو العضو البارز في جماعة العدل والإحسان، وذلك احتجاجا على اعتقاله التعسفي وعلى التأجيل المتكرر للجلسات ليقضي بذلك أطول فترة في الاعتقال الاحتياطي غير المشروع في حقه. وقررت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء تأجيل جلسة اليوم الأربعاء قبل انعقادها بداعي إحالة القاضي المكلف بالتحقيق على التقاعد. وتعليقا على قرار المحكمة، اعتبره المحامي النويني محمد عضو هيئة الدفاع أن التأجيل المتكرر من شأنه أن يمس بأهم ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور المغربي في فصله 120 بقوله: لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. وقال المحامي النويني إن التأجيل المتتالي يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بذكرها أن لكل شخص اتهم في جريمة تم حبسه احتياطيا الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يتم إطلاق سراحه خلال اتخاذ الإجراءات. بعدما كان المغرب حديث الصحف العالمية بنجاحات الأسود في ملحمة تاريخية إلى جانب الناخب الوطني وليد الركراكي بمونديال قطر 2022، حيث أصبح اسم المغرب لامعا بين الأمم، وها هو المغرب الآن يعود لتصدر أكبر الصحف العالمية وترند مواقع التواصل الاجتماعي بفضيحة يندى لها الجبين تهم فساد امتحان الأهلية بعدما ضمت لوائح الناجحين أبناء قضاة ومحامين وأعيان. وحولت فضيحة فساد امتحان الأهلية المغرب إلى مادة إعلامية دسمة تناقلتها قنوات دولية كبرى كالجزيرة وإم بي سي بطريقتها الخاصة بعيدا عن النجاحات، لكن هذه المرة بأم الفضائح. وفي خبر متصل، ضمت لائحة المترشحين الناجحين في مباراة المحاماة المسربة بمواقع التواصل الاجتماعي اسم نجل أحد رجال المال والأعمال المعروفين بمدينة طنجة، غير أن الغريب أن اسمه لم يرد في قائمة الأسماء التي اجتازت الاختبار الكتابي. وبحسب مصادر جريدة الحياة اليومية فإن هذا الاسم لم يرد لا في قائمة اللائحة الأولية ولا في اللائحة النهائية قبل أن يظهر في لائحة الناجحين الذين سيجتازوا الامتحان الشفوي عبر رقم تسلسلي تحتفظ به جريدة الحياة اليومية. جدير بالذكر أن الراسبين في امتحان الأهلية يخوضون وقفات احتجاجية استنكارا على عدم شفافية الامتحان ولمرور أفراد عائلات قضاة ومحامين وأعيان مطالبين وزير العدل والحريات بإعادة مراجعة تصحيح الأوراق والكشف عن طريقة تصحيحها. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.